من حفلة التلفزيون التراثية والمذاعة عصر يوم الجمعة 21 نيسان عام 2000. نستمع أولا إلى فخري فاضل في أبيات من الشعر من مقام العجم. مدينة الموصل الحدباء من مدينة التراث والتاريخ، نقدم لكم فخري فاضل ليغني لنا شيئا من مقام العجم. وقتا طيبا مع فخري فاضل. جاءت بلا موعد في ظلمة الغسق، كأنها البدر في داج من الأفق. كأنها البدو في داج من الأفق. الإنسان من علقه.
الإنسان من على قيد أعيدها من عيون الناس كلهم بقل أعود برب الناس والفلاح. Yeah.